هذا وابن حبيب. هو صاحب ميدالية ذهبية أولمبية في لندن. هناك كيبيتر يقود السباق. حبيب يا توفيق انتصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. تدابر مرحبا بكم وشكر شكر الكبير لكم أنكم بغيبوني توجو بخيزهم إساعة توجو غيتي لك. دونك مرحبا بكم يعطيكم الصحة. جسبر سيبا انكور تخطى اللي بسويتي مباني أغزاني 2017 وإن شاء الله كما يقول لك عام خير لجميع الجزائريين وجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. ما يمنعش حابين لزوط ديسيبلين يكون محكورين وعلى هذا الأساس مشينا في هذا الفيزيون مشينا في هذا الرؤية وحبينا on veut bien saluer à des athlètes qui ont une image purement algérienne عندهم une image كما يقولوا de fierté. C'est des gens qui ont des relations douanières ou alliées, et qui ont un grand plaisir de les accueillir. Nous sommes très heureux de les accueillir. Et nous avons signé notre contrat de partenariat, c'est le grand prix à quelques jours. On a un bon moment pour le faire à l'époque de Taou. Aujourd'hui, le Mouna Sabah est très bien. Je suis un homme qui a été 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 un Donc, juste deux mots. Toufiq Mahloufi, c'est le sportif algérien le plus médaillé de l'histoire du sport algérien. Salam alaikum. Je vous dis un an saïd et inchallah, je vous dis un an saïd et inchallah. We'll be right back.
كما قلت شرف هذا الشرف متبادل بالنسبه لي كبطل اولمبي ويعني وحايز على ميداليات اولمبيه، وبالنسبه يعني شرفت الجزائر في المجال تاعي، وبالنسبه لشركه اليز كشركه جزائريه يعني وشركه قاعده تشتغل وتواظب يعني باش نقول حنا تشرف الجزائريين في المجال تاعها، يعني هذه حاجه مليحه يعني دعم متبادل واعتراف كيما نقول حنا اعتراف بالمجهودات اللي نبذلوها منهم ولا مني انا. لا مازال ما تكلمناش يعني على برنامج يعني في ممكن تكون يعني فقط نحضر ممكن كيما قال رئيس الشركه ممكن تكون سباقات ممكن نحضر فقط من اجل رفع المعنويات للناس اللي حاضرين من اجل نقول احنا نكون قريب ليهم من اجل يعني باش نقدم لهم ممكن نصائح ممكن فهمت كيف يعني في المجال هذا، لان شركه هي شركه الكترونيه وانا يعني انا رياضي نقدركم احنا نشاركوا في حاجه كما مثل هذا. الحمد لله التحضيرات يعني سيرت بطريقه حسنه، الايام القادمه ان شاء الله راح نلتحق بالمعسكر تاعي يعني في مناطق مختلفة، ممكن افريقيا وبعض المناطق في اوروبا، يعني تحضير للحفل الدولي يعني للبطولة العالم اللي راح تكون في لندن ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا في المستوى وان شاء الله نقدموا من احسن ما عندنا، طبيعة الحال يكون بالعمل اللي بذلناه من قبل ان شاء الله. يعني شوفي انا فوت خاطيني بصح في الدنيا هذه كيما نقولوا احنا كي تحب تقدر، وباش تقدر لازم تخدم وتصبر وتواظب على العمل تاعك وتامن بروحك في جميع المجالات. هذا فقط اللي نقدر نقدم الكلمه نقدمها للفريق الوطني، انهم يامنوا بالقدره تاعهم لازم يكونوا ايجابيين، وان شاء الله ربي يوفقهم ويحقق نتيجة إيجابية للشعب الجزائري إن شاء الله. محرز نهنيه بهذا الفوز، يعني هذا مكسب للجزائر ومكسب للفريق الوطني اللي راح يرفع لهم المعنويات تاعهم. يعني وما نساوش يعني كاين لاعبين كبار معاه فقط ما حالفهمش الحظ، كما قلت لك يعني يرفع المعنويات لهذا للفريق لانه معهم لاعب كبير مثل محرز حاصل على عدة جوائز، هذا يزيد كثير في الروح المعنويه للفريق الوطني. عفوا توفيق الصحه تاعك كانت بعد فوز تاعك بالميداليتين في الاولمبياد دار ضجه هنايا في الجزائر، المسؤولين تحركوا قال لك لازم تبحثوا على هذه التصريحات، هل كي وليت لقيت باللي التصريحات هذه جابت ثمارها؟ شوف انا فاهمك صراحه توفيق، كاين ناس ديفوم ما على بالهمش، فهمت كي تهضر هضره كيما هذه يعرف واش كاين وهذيك يتحركوا سي نورمال، لانهم ما على بالهمش كاين امور اخرى تشغلهم. باش نقول لك حاجه، انا رياضي، فهمت كيف انا رياضي نقدر نتكلم لك على المجال اللي راني فيه انا لا بيست والمجال تاعي وشويه نفهم فيه ماشي ياسر، فهمت كيف التصريحات تاعي كانت كيما نقول انا التصريحات تاعي كانت كي صرحت هكاك كانت الفائده للرياضه باش كيما نقول احنا يقدروا لازم يمدوا قيمه اكبر للرياضي الجزائري، لازم يمدوا قيمه اكبر للمجهودات اللي يبذلها الرياضي الجزائري، لازم كيما نقول احنا يوقفوا معاه لانه مش بشيء سهل انك تحقق نتائج، لازم كيما نقول احنا لازم تكون اليد في اليد باش تقدر تحقق نتائج كبار في الالعاب الاولمبيه ولا بطوله العالم، ولازم كل واحد يقوم بالشغل تاعه، لازم كل واحد يقوم بالعمل تاعه حتى تخف على الرياضي وتخف على الناس كيما نقول احنا الناس كل واحد يقوم بالشغل تاعه، يعني ما يطيحش الضغط على انسان واحد. حتى سمح لي نقطع لك على السؤال باش نفهموا مليح واش صار، بزاف الجزائريين حسوا باللي غطك عمرك، شغل الانسان اللي راه يخدم ويلقى روحه وحده وامامه شقات كبيره حاب يدير حاجه بصح يلقى روحه وحده، هذه هي الحكايه. شوف فاهمك حاجه، احنا قلنا الهضره هذه صح؟ بصح شوف
درك كي تهضر هضره كيما هذه صح الجزائري يفهمها يفهم في الكوتي في الكوتي يفهم هذه بصح لازم يفهم حاجه واحده اخرى مالغريتو لازم تنجح لازم تخدم لازم تشرف بلادك تبقاش باريكزوم تهضر ما عطاونيش ما داروليش فهمني ولا لا الحمد لله الحمد انا باريكزوم صح تلاقيت صعوبات عراقيل ولكن كان الهدف تاعي كان الهدف تاعي ثابت كنت كيما نقولوا حنا الاحلام تاعي ديما ثابته الشغل تاعي ديما كيما نقولوا حنا الشغل تاعي يكون ديما ندير فيه مالغريل العراقيل الصعوبات ان شاء الله الشعب الجزائري السنه ياخذ الامور هذه ياخذها من هذا الجالب يعني ما تسكتش على حقك بصح اخطب يعطيك الصحه ما تسكتش على حقك قال حاجه غلطه فهمتي قال حاجه صحيحه اللي كيما نقول حنا اللي نشكروه نقدروا نشكروه واللي ما خدمش انا نقولوا ما خدمتش خدمتك هكذا باش نقدروا نتقدموا ان شاء الله شوف واش راه نقول لك شعور ما نقدرش نوصفه لك لما تشرف ناسك تشرف شعب تشرف امه شعور هذا شعور يعني ما نقدرش نوصفه لك تكسب واحد الاحترام من الناس كاين يعني اشياء كثيره ما عندهاش تعبير وما عندهاش قيمه نعطيك مثال فقط نعطيك مقاربه كي تشوف حوايج كيما هذه تخليك مالغري كيما قلنا مشاكل ولا عراقيل وهذيك تخليك لازم تحب تقول نعاود ندير هكا لازم نعاود نفرح الشعب الجزائري هذيك لا سونساسيون نعاود نعيشها فهمتي مالغري ممكن ناجحه تربح من الكوتي المادي ولا هذيك ولكن بالنسبه لي انا كي نربح من الكوتي من جانب المعنوي الشعب تاعك تسمى هذا مكسب كبير لي انا مكسب كبير لي انا وفرحه ما نقدرش نوصفها صح توفيق انت كان بورعد تالق وجهت له تحيات خاصه وشجعته الرياضيين واحد اخرين تالقوا وحييتهم الان رياض محرز زاويه تالق واش الميساج اللي تبغي توصله الميساج اللي نوجهه رياض محرز وجميع اللاعبين لانه ما رياض محرز يلعب مع فريق وحده ممكن صح يكون هو من اللاعبين المخيرين ومن اللاعبين اللي يجتهدوا ويشتغلوا ولكن كفريق لازم تكون كل واحد يقوم بشغل تاعه لازم يجتهدوا لازم يضحيوا كل واحد يقدم وش يقدر يقدم رياض محرز كما قلنا خدم واظب على العمل تاعه ربي سبحانه وفقه يعني نات العمل تاعه جاب نتيجة أصبح من بين أحسن لاعبين في العالم هذا شرف لنا النادي الجزائري شرف للفريق الوطني بالنسبة للاعبين في اللاعبين الجزائريين ثم كاين لاعبين كثار يعني قراب لهذ التتويجات وهذيك ولكن فقط يلزمهم يشتغلوا ممكن ما حلفهمش على الحظ من بينهم فيغولي سليماني ابراهيمي ان شاء الله يعاودوا يرطبوا ان شاء الله وكما قلنا حنا يشوفوا الفوز اللي كما حنا تفوز الانجاز اللي حقوا مارس يديروا قدوه هو الاشياء تطلع لهم المورال وتخليهم يخدموا كما حنا ويواظبوا على تاعهم ويصبروا ان شاء الله دنيا كيستيون توفيق انت اللاعب اللي تصوت عليه في الكره الذهبيه هذه يا كاين محرز سليماني غولام سوداني وابراهيم انت علمت هذه الحاجه تكون بيني بين روحي صوت بصراحه انت احنا نشوفوا بلي محرز حصل على كاع الاستحقاقات هذا العام اسكو تشوف فيه هو الاقرب للفوز بهذا العام شوف هذه حاجه كشغل بيني وبين روحي ما نقدرش حاجه بيني وبين روحي يعني كيف الله يعيشك لا الحمد لله يعني درك مع الوزير الهادي ولد عليه يعني كاين استجابه يعني جد حسنه يعني ساعدني تلاقيت مساعدة تسهيلات من عنده يعني هو كإنسان متفاهم ويفكر بذكاء مش هو معي انا مع تقدر تقول مع جميع الرياضيين ونشكروا على هذا التفاهم تاعو بون انا دابا نقول له مبروك عليك لانه يستاهل لانه ادى موسم تاع 2016 موسم جيد وكامل الجزائريين تكلموا عليه وكامل ما ماشي في الجزائر خارج الجزائر في العالم كامل تحدثوا عليه
بون نقول له مبروك عليك ويستاهل هذا التتويج هذا. واي رياضي يكون كما يقول لك يؤدي موسم يكون مليح يستنى تتويجات كما هذه، وان شاء الله نتمنوا في بطولة افريقيا اللي حتصير تجرى هذو الايامات ان شاء الله نتمنوا نكونوا في الموعد ان شاء الله وتكون احسن ان شاء الله يا رب. مي سي نورمال نتبعوا كرة القدم ونتبعوا المنتخب الوطني كجميع الرياضيين الجزائريين ولا كعادي نتبعوا، ما كاش اللي ما يحبش البلد تاعو، ما كاش اللي يحب ليكيب ناسيونال. احنا نقول لك انا متابع الفريق الوطني ونتمنى ان شاء الله تكون نتيجة احسن في البطولة ان شاء الله. صاحب ميدالية ذهبية أولمبية في لندن. هناك كيف يقود السباق؟